مبدئيا كده سؤال عزيزي مشجع ليفربول، انت بتحمل احمد الطيب ازاي؟ بجد والله يعني هو الراجل واضح جدا ان هو مش معلق رياضي، ان هو مشجع لفريق ليفربول، بس بصراحه الوضع اوفر. يعني تخيل انت احمد الطيب وكمان محمد صلاح يسجل في المباراه، الموضوع كان معدي. اه كنت بتمنى ان صلاح يسجل النهارده علشان خاطر يكمل في السباق بتاعه وهاري كين، كنت بتمنى ان صلاح يسجل هدفين وثلاثه علشان خاطر في الوقت اللي ليفربول بيقدم اداء سيء واداء نوعا ما رديء هيكون الحاجه الوحيده اللي منوره في الفريق هو محمد صلاح، ودي حاجه احنا بنتكلم فيها من نص الموسم. واحنا بنتكلم على ليفربول كنا بنقول ان محمد صلاح هو الحاجه الوحيده اللي مستواها ثابت في ليفربول، لا رغم كل التغيرات اللي بيمر بيها موسم ليفربول. اليسون بيكون سيء اوقات بيكون جيد، اوقات تريند بيكون سيء اوقات بيكون جيد، اوقات خط دفاع ليفربول مع كل التغيرات بتاعه ما فيش اي حد مستواه ثابت، خط النص ما فيش حد مستواه ثابت، الوحيد اللي مستواه ثابت في الفريق هو محمد صلاح. علشان خاطر كده محمد صلاح يستحق السنه دي ان هو يكون هداف الدوري، ده بعيد عن ان انا بحب برضه هاري كين. ليفربول مفترض ان هو كان بيلعب مباراه نوعا ما سهله قدام فريق زي ويست بروميتش ألبيون، فريق هابط الموضوع بالنسبه له خلاص، هيبقى مباراه تنجيم، لعيبه بتلعب علشان خاطر تنجم نفسها، ففي الوقت ده بتلاقي ان المباراه صعبه لان انت بتلعب قدام 11 لاعب مش فارق معاهم النتيجه لان هم خلاص كده كده مصيرهم معروف، هم هبطوا، فانت مطالب منك انك تنزل تخلص المباراه دي بدري، ودي الحاجه اللي ما عملهاش ليفربول. بالعكس تماما، ليفربول لبس الهدف الاول ابو ال 10 دقايق، فالموضوع كان صعب جدا. ان هو واضح ان ليفربول هيواجه مشاكل كتير النهارده مع وجود ساديو ماني علشان خاطر جوتا مصاب، فوقتها في مشاكل لان انت هتكون معتمد على صلاح فقط، لان احنا متفقين ان ساديو بيقدم موسم سيء وقد يكون الموسم الأسوأ في تاريخ ساديو. اما فيرمينيو ففيرمينيو بحالات، لان شفنا بعد اللقطه لاحظ محمد صلاح الهدف الاول لليفربول في كره جت بعديها مباشره لفيرمينيو، فيرمينيو اللي حرفيا حطها في الثمانيات، بس مع ذلك جت في العارضه من بره، اللي هو سوء توفيق غير طبيعي مع لاعب بيقدم اداء سيء، فالوضع بالنسبه لهم كان صعب جدا. خط نص ليفربول اخيرا تفضل لحته ان احنا ممكن نشوط، بس انت فطنوا لها في الاخر خالص بقى اخر 10 دقايق، اللي هو احنا في فرقه بتلعب كومباكت المفترض ان هم سايبين لنا الكوره لحد منطقه جزائهم، فهم قافلين منطقه الجزاء، فاحنا مفترض ان احنا نصوب. دي حاجه فابينيو ما عملهاش، حاجه تياجو هو اللي فكر يعملها اخيرا. حتى جيني فينالدو لما نزل التغيير الثاني مكان ويليامز علشان خاطر انت ترجع فابينيو يلعب تحت وفينالدو يبقى بيعمل واجبات هجوميه، كانت حاجه واضح ان كلوب ما عندوش تغييرات، واضح ان كلوب ما عندوش افكار جديده يعملها السنه دي، فكان واضح ان ليفربول محتاج معجزه ان هو يكسب. اه والله كان واضح ان ليفربول خلاص، يعني في الوقت اللي انت 1-1 وانت مطالب فيه انك تروح وتدوس وتسجل الثاني، انت ما رحتش وما دوستش ولا سجلت الثاني، فانت كنت قاعد اخر 5 دقايق مستني معجزه، والمعجزه دي فعلا حصلت اول ما اليسون مقرر ان هو يطلع من المرمى. خلاص بعد دقيقه 4 والحكم حسب 4 دقايق هطلع، يمكن وفعلا يمكن اللي بتاعت اليسون دي والافتراض ان هو ممكن يسجل فعلا قدر ان هو يسجل هدف الثاني لليفربول علشان خاطر يجيب 3 نقط غاليين جدا جدا لليفربول، 3 نقط ليفربول كان محتاجهم علشان خاطر يضغط بنفسه على تشيلسي، ما يستناش هديه من تشيلسي في دوري الابطال، لان ما ينفعش انك تقعد تتكلم على ان ليفربول قاعد مستني ان تشيلسي يكسب السيتي في دوري الابطال علشان خاطر هو يتاهل كرابع انجليزي معاهم في دوري الابطال. فحته ان انت كمشجع ليفربول مش طب متقبلها قوي، انت كنت السنه اللي فاتت مخلص دوري من بدري فما بقتش محتاج ان انت تاخد هدايا من حد علشان خاطر دلوقتي توصل دوري ابطال، انت محتاج انك تاخد هديه من تشيلسي من ليستر سيتي المباراه الجايه قدام تشيلسي، بس وقتها دي منافسه شريفه عزيزي، انما انك تبعت في نهايه دوري الابطال بتشجع تشيلسي على حساب السيتي حاجه صعبه وعيب. هتقول لي طب ما صديقي انت مشجع سيتي ليه النهارده شجعت ليفربول؟ اقول لك الوضع بسيط، لو ليفربول ده ما جاش معانا دوري ابطال السنه الجايه هيقعد يقرفنا وياخد الدوري وهيخلص الدوري بدري هيروح يلعبوا اوروبا ليج هناك، هيحط يورجن كلوب هيلعبها بيلعب بيها الشباب كلها يابا، يورجن كلوب هيخلص البطوله دي بشويه شباب وفي الاخر يقعد يركز معانا في الدوري الانجليزي ويقرفنا. فشفت صديقي احنا بنشجع ليفربول ليه؟ كلها مصالح بتتصالح يا صديقي، ما بنشجعش ليفربول عشان احنا مولودين في الريدز. اه صلاح ابننا بنتمنى له التوفيق برغم ان احنا بنكره ليفربول، بس بنتمنى صلاح التوفيق، بنتمنى له ان هو يكون هداف. بس انا عن نفسي كنت بشجع ليفربول كده. انت لو مشجع ليفربول جديد النهارده او مشجع يعني لسه جاي جديد برضه الناس السبب ممكن تعمل لايك او سبسكرايب، اما لو انت مشجع ليفربول وبعد ما وصلت للوقت ده عرفت ان انا مش مشجع ليفربول، فاه شريك انا مشجع ليفربول، انا بشجع مانشستر سيتي، بس بشجعك النهارده عشان خاطر مصالح بتتصالح ونفسي توصل دوري